السلام عليكم، مساء الخير على اهل الخير، يا مرحبا ومسهلا. جوا حلوه و طافي بالي شيء اقول. كلنا عندنا حسابات في سناب، انستغرام، تويتر، احيانا حسابات شخصيه يعني بس نتابع منها. ليش ما يصير عندي هم اني بدل ما يخلي حساب شخصي اني اتابع منه ولا انزل فيه مقاطع او صور او بوست، ما ينزل شيء؟ بعض الناس ينزل شيء لكنه شيء عادي. ليش ما اسوي شيء يخدم هذا الدين، اقدم خدمه للدين؟ مو بلازم انت اللي تتكلم فالدال على الخير كفاعل، انقل مشايخ قران اللي هو. لذلك حبيبي الله يسعدنا وياك سعاده الدنيا، الشيطان والاخره، الشيطان عنده هم انه يغوي بني ادم كله. ليش ما يصير عندك انت هم؟ ليش همتك اضعف من همه الشيطان؟ اقول الشيطان عنده هم انه يغوي، وانت ما عندك هم انك تنجي. لازم يصير عندك هم انك تنجي عباد الله عز وجل، وده هم انه يغوي عباد الله. انت ليش ما يصير عندك هم انك تنجي عباد الله، تدلهم على الله عز وجل وتعلمهم؟ يا اخي اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ذكر عليه الصلاه والسلام: علم ينتفع به. كلنا اذا متنا نترك اثار من بعدنا تدل ان فلان كان هنا، تدل ان هذا هو عمله. طيب انت ليش ما تترك اثر طيب في حسابك في برامج التواصل؟ يا اخي في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله وملائكته حتى النمل في جحرها، ها، حتى الحوت في المحيط يصلي على معلم الناس الخير. ها، ما تبي تكون منهم؟ لازم تكون منهم. لازم يصير عندك هم انك تدل الناس على رب العالمين، انك تدل الناس. وما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. تدعو الناس الى النجاة وتدلهم، فدل الناس على الخير تكون بخير، ما دامك تبي الناس بالخير. الله يوفقك وياكم كل خير.